أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية لمجريات الأحداث الجارية في العراق بعد بيان مقتدى الصدر ودعوته أنصاره إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء بعد مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات مسلحة وقعت منذ أمس الاثنين إلى صباح اليوم مع ميليشيات الحشد ومآلات الأوضاع السياسية في العراق، والتي سيكون فيها معنا من عمان الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. نرحب بكم دكتور. اهلا ومرحبا، حياكم الله اخي الكريم. حياكم الله. وفي الاستوديو معنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي العراقي. نرحب بكم دكتور. حياكم الله، اهلا ومرحبا. ابدا مع دكتور مثنى، وبدايه كيف يمكن قراءه موقف مقتدى الصدر الذي اوضحه في مؤتمره الصحفي اليوم بطلبه من انصاره انهاء الاعتصام والتظاهر بسبب ما اعتبره خروجا عن السلميه والانزلاق الى مواجهات المسلحه؟ كيف يمكن قراءة هذا المشهد دكتور؟ وبالأمس استقرأتم حضرتكم أن المشهد سينتهي ربما في أيام ولكنه انتهى في اليوم مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي سنان وللدكتور رافع ولجميع الأخوة مشاهدي قناة الرافدين. قراءة المشهد كما ذكرتم بالأمس كان لنا تصريح حول هذا الموضوع، وذكرت فيه بأن القضية ستحسم خلال أيام، يعني الطرفة تصريح كان خلال يومين فقط، ولكن من باب الاحتياط بالتشاور مع الصحفي الذي تحاور معنا قلت له اجعلها أياما وإلا القناعة أنها ستنتهي خلال يومين فقط، وهذا ما حصل اليوم بل أسرع من اليومين، لم يكد يعني يكد يمضي عليها يوم واحد تقريبا. وهذه القراءة ليست قاصرة أو خاصة بي، وإنما هي قراءة كل شخص متابع لما يحدث في الساحة العراقية منذ الاحتلال حتى الآن، وقارئ جيد لتطورات هذه الساحة ومواقف الأطراف المؤثرة فيها، ولا سيما التيار الصدري وتحديدا السيد مقتدى الصدر. فقد اعتدنا على هكذا قرارات مفاجئة وهكذا تراجعات وانسحابات وتنازلات بغض النظر عن كونها انسحابات واعتزالات شرعية وسياسية. هذه هي المرة الخامسة من حيث إعلان الانسحاب الكامل من المشهد السياسي أو الشرعي أو يعني منهما معا، يعني بحسب قائمة سريعة يمكن نقول بأنه انسحب في شهر آب عام 2013 من موقف أيضا، واعتزل في عام 2014 في شهر شباط، واعتزل في شهر آذار عام 2016، ثم انسحب من العملية السياسية بعد الانتخابات ومشكلة تشكيل الحكومة في تموز 2021، وأخيرا ما حصل اليوم. فهذه خمسة انسحابات واعتزالات كبيرة ورئيسة تجعل التيار دائما في حيرة من أمره وفي ارتباك، ويقدم على تصرفات كبيرة جدا ومخاطرات قد يعني أحيانا تهدد أمن البلاد وتكاد تذهب بالبلاد إلى يعني مستقبل مجهول، ثم تأتي الانسحابات السريعة والاعتزالات. هذا كله يأتي في سياق ما ذكرناه من أن هناك قوة فاعلة في الساحة العراقية، وأن القوة الإقليمية هذه المرة استطاعت أن تفرض إرادتها بالتراضي والتوافق وغض النظر من قبل الراعي الدولي للعملية السياسية. وأقول بصراحة استطاعت إيران بتدخل بريطاني وعدم امتناع وعدم يعني انزعاج أمريكي من حسم الموضوع لصالح الطرف الذي يميل إليها، ورأيتم ما حصل، يعني حتى الانسحاب لم يكن على مستوى سياسي على الأقل مثل المرات السابقة، وحصلنا من الاضطراب في تفسيره، مرة يقول سياسي وشرعي مرة يقول شرعي فقط، وإن كانت النية في البداية تجمع بين الأمرين، ولكن يبدو أن هناك نوع من فتح النافذة للعودة إلى الساحة السياسية بقصر الانسحاب والاعتزال على الانسحاب والاعتزال الشرعي. لكن الجديد في الموضوع رغم أن المشهد متكرر إلى حد الملل والضجر، الجديد هو تخلي المرجعية الدينية التي يستند إليها مقتدى الصدر، سواء كانت تقليدا أو استشارة أو متابعة أو احتراما ونقصد به الحائري في إيران، وحسم الموضوع إيرانيا على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني. نعم دكتور، إذن هي إملاءات خارجية قضت وأنهت الموضوع أو الاعتصام الحالي. بالضبط، وهذا يفسر الربكة والاضطراب والقرارات المستعجلة، بل حتى خطاب الانسحاب اليوم فيه عبارات ما كانت متوقعة من قبيل الاعتذار. يعتذر عن ماذا؟ لم يعتذر عن أفعال سابقة. الجريمة كما سمعنا من البارحة وإلى اليوم هي اعتداء الحشد على المتظاهرين، إذن لماذا يعتذر إذا كان الحشد هو المعتدي؟
نعم، وقضية أخرى فيما يتعلق بالاعتذارات أنه حمل المسؤولية للميليشيات المنفلتة. هذا كرر يعني كرره علينا مقتدى الصدر منذ سنوات، يقصد بها ميليشيات الأطراف الأخرى المنضوية الآن تحت مسمى الحشد والإطار. ولكنه عندما يلقي بالمسؤولية على الميليشيات المنفلتة بدون تحديد ويقدم اعتذارا، إذن هو أدخل بشكل رسمي سرايا السلام جيش المهدي، بغض النظر عن التسميات، أدخلها ضمن الميليشيات المنفلتة. وهذا تنازل كبير من مقتدى الصدر للطرف الثاني، ما كان مستوجبا ولا كان متوقعا. نعم، نعود إلى هذه الملفات ونفتحها واحدا تلو الأخرى. أتوجه بالسؤال إلى دكتور رافع، الموقف الجديد للصدر والقاضي ربما بإنهاء حراك أنصاره ورفض المواجهة المسلحة والانزلاق نحو العنف كما قال، هل هو نوع من الرضوخ للرسالة الإيرانية كما ذكر دكتور مثنى والإملاءات الإيرانية التي جاءت مباشرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك دكتور وأحيي أخي الدكتور مثنى عارف الضاري. حقيقة ما حصل كله لم يكن مفاجئا، يعني كل الذي حصل هو حصاد لما زرعه الاحتلال الأمريكي عام 2003. نعم. هذه العملية السياسية بكل تقسيماتها الطائفية والعرقية وبكل قواها التي تتصارع من أجل المكاسب ومن أجل الامتداد على مساحات أخرى، من أجل المكسب أكثر، من أجل المناصب. نعم. كان ستؤدي بالنتيجة إلى هذا الحال. في البداية كانوا يحشدون أنفسهم تجاه ما سمي من البداية من قبل الأمريكان مكونات، هذه التي أطلقوا عليها مكونات ونسب، النسبة الأكبر والنسبة الأقل بأرقام يعني ليس عليها من دون تعداد، ليس فيها أسانيد يعني. نعم نعم نعم، هذه الحقيقة، لكن هكذا أراد المحتل. نعم. وهم قبلوا في هذا وكانوا يعني فرحين بهذا الموضوع لأنه يعطيهم السلطة ويسلطهم على الناس. هذه الحالة كانت يعني في بدايتها كانوا قد وجهوا نيرانهم وقواهم ضد مثل ما يسمونه مكون واحد هو المكون السني. نعم. هذا واقع الحال. نعم. وبالتالي عندما انتهوا من هذا الموضوع كان لابد والشعب العراقي يعرف أن خصومتهم ستنتقل إليهم، أن عراقهم صراعهم على المكاسب سينتقل إليهم، وبالتالي هذه الحالة التي حصلت هذه حالة طبيعية جدا وحالة متوقعة جدا، وكل الدراسات كل المتابعة لما حصل في العملية السياسية وقواها سيؤدي إلى هذه النتيجة. وكان الشعب العراقي يعني دائما يتوقع أو دائما يقول أنه صراعهم سيأتي، لكن هذا الصراع في حقيقته مصطنع، يعني مو قضية مصطنع، مسيطر عليه، مسيطر عليه تحت السيطرة. يعني تحت السيطرة والسيطرة الإيرانية بالذات، يعني الأمريكان قل تأثيرهم الحقيقة وإيران يعني تغولت في العراق، أن يختلفوا فيما بينهم بحدود معينة. نعم. لا يتجاوزوها. نعم. لذلك أنت لو تلاحظ خلال اليومين الماضية كل التصريحات التي قيلت من قبل خامنئي وإيران والخارجية الإيرانية والسفارة الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وكل الأطراف التي لها علاقة بالعملية كانت تدافع عن العملية السياسية، لأن العملية السياسية فيها هي هذه حياة لكل هذه القوى وفيها ضعف ودمار للعراق، استمرار دمار العراق. فكان هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني الصراع محسوم بالنهاية، ربما بساعات معينة ربما بأيام، كلنا كنا نتوقع أن يمضي لمدة 3 أيام 4 أيام. وكان دكتور مثنى واقعي جدا عندما قال يوم أمس، أنا قال إنه ستنتهي خلال أيام قريبة جدا، توقعنا أن تستمر ربما تتصاعد، لكنه استقرأ لا المشهد واقع الحال هكذا حقيقة. لكن هم فاجأونا بهذه اللعبة التي كانت الكل كان ينتظر هذه المسرحية أن تنتهي بهذه البساطة. يعني عندما رفعت الستارة، يعني فتحت الستارة على الفصل الأخير، الفصل الثالث هذا من هذه المسرحية، كل الجمهور العراقي وكل الناس المتابعين كانوا ينتظرون حدثا معينا ينهي هذا الموضوع. وإذا بالحائر يخرج ليقول، وهو مرجع ديني لهم، مرجع شيعي، يقول أنا اعتزلت المرجعية. وهذه أول مرة تحدث، هذه السابقة لم تحدث بسبب العمر، ما كثير من مراجعهم يتجاوزون 85 و90 سنة ولم يعتزلوا هذه. وبالتالي الحديث عن الاعتزال عن المرجعية فيه حديث سياسي آخر. نعم. الاعتزاز بالحشد وميليشيا الحشد واعتبارها قوة متميزة وقوة منفصلة، بما معناه تمهيد لحرس ثوري عراقي، هذا ما تريده إيران. إذن الخطاب الإيراني كان هو الخطاب، وإيران كانت
دائما كانت يعني مرتاحة، كانت هادئة في التعامل مع هذا الموضوع، لأنها تعرف أنها ستنهيه في اللحظة المناسبة، وهذا ما حصل. وبالتالي ما حصل، وربما البعض يقول لماذا لم تتدخل إيران، ولكنها يبدو أنها ترسم السيناريو بطريقة مخفية أو بطريقة مسبقة. لكن كانت في كل الوقت ورددها كل رؤساء الأحزاب الطائفية والميليشيات أن هناك فتنة، هذه فتنة ويجب إخماد هذه الفتنة. هذه ليست فتنة الحقيقة، هم يريدون أن يصوروا أن هناك فتنة بين المذهب، وهكذا قالوها، هناك فتنة بين المذهب لتفتيت المذهب. هذه كذبة كبيرة، هذه ليست فتنة، هذه صراع على المكاسب وصراع على المناصب من البداية، ليس لها علاقة بال... والدليل على ذلك وملفات الفساد والفاسدين والشيعة لم يعانوا في زمن من الأزمان مثل ما عانوا في ظل حكم الأحزاب الشيعية. عانوا من الفقر والقهر والظلم والأمراض والأذى والسوء. الدليل إن هم عندما خرجوا في ثورة تشرين حرقوا كل المقرات، وما زالوا يحرقون كل مقرات الأحزاب الشيعية وكل ميليشياتها وكل صورهم، ويحرقون صور خامنئي وغير خامنئي وإيران. فبالتالي حتى الجمهور الحاضنة الشيعية التي أصبح واعي لما يجري واعي من هو أدوه ومن هو معه، الضيم هذا الذي شهده جعله يعني منسوب الوعي يرتفع عنده ويعرف الحقيقة، وأنه هذه الأحزاب عندما جاءت بخطابها الكاذب من أجل مظلومية الشيعة، من أجل إنصافهم، من أجل رفع الحيف عنهم، كذبة كبيرة. وبالتالي هذه الأحزاب التي جاءت حافية لا تملك شيء الآن تملك أساطيل من 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 الشركات ومن الأموال ومن هذا يعني هذا ربما يقودنا إلى السؤال الآخر لدكتور مثنى، أنه في ضوء ما جرى من إعلان الصدر اعتزال العمل ومهاجمة أنصار المنطقة الخضراء، هل يعتبر هذا نوع من انقلاب أحد أركان العملية السياسية على شركائه للتفرد بالسلطة، أم هو ربما إعادة إنتاج المشهد من جديد ربما بزوايا مختلفة؟ هو بالتأكيد إعادة يعني مشهد متكرر، لأن هذه الحالة مرت علينا يعني في العراق مرات عدة مرات. وإذا كان الأمر متعلقا بالتيار الصدري يمكن أن نستشهد بما سمي وقتها بصولة الفرسان، يعني كانت الهجمة وقتها من حكومة المالكي حكومة الاحتلال وقتها في عدة محافظات، وحسمت في البصرة بتدخل أيضا الطرف الإيراني. وإذا تذكرون قبل مدة أن المالكي عندما أراد يدافع عن نفسه في التسريبات قال في البصرة يعني آذونا كثيرا بسبب الصواريخ التي استلموها من إيران، بمعنى أن إيران كانت تمد أحد الأطراف من أجل فرض سيناريو معين، ثم بعد أن حصلت على أهدافها السياسية أوعزت له بالهدوء وبالسكوت، ومن ثم تم تأمين حكم المالك الذي يعني استمر طويلا. مثال ذلك أيضا الاتفاقية الأمنية اللي عقدت سنة 2009، كان كثيرون يرون بأن إيران هي المتضرر الأكبر من هذه الاتفاقية وأنها ستذهب بعيدا في معارضتها، وقلنا لهم وقتها بأنه ستوافق عليها عاجلا أو آجلا، لا تستغربوا، لأن إيران تريد تحقيق مصالحها، فإذا أيقنت بأن الولايات المتحدة ستؤمن لها هذه المصالح وأن الاتفاقية لن تعرضها للخطر ستوافق عليها، وهذا ما حصل. ما يحصل اليوم هو فرض للقرار الإيراني في العراق. الصدر يعني أعطي مجال واسع جدا من قبل الإيرانيين، كانت الظروف ظروف غير مناسبة لحسم الأمور خلال يعني الانتخابات إلى الآن بسبب متعلقات كثيرة وغالبها إقليمي ودولي لا علاقة له بالشأن العراقي، وفي قدمتها المفاوضات النووية بين الإيرانيين والأوروبيين والأمريكان. لما قطعت هذه المفاوضات خطوة متقدمة وأمنت إيران جانبها استطاعت أن تنزل بثقلها إلى الساحة وأن تحسم الموضوع بفرض شروطها على مقتدى الصدر الذي انسحب سريعا، وانسحاب استطيع أن أقول انسحاب غير مرتب، انسحاب مرتبك تقهقر أشبه بالهزيمة. هذا أعطى يعني جعل كفة الطرف الثاني طرف التنسيقي أعلى في هذه المنازلة، وهذا سينسحب على المستقبل في تشكيلة الحكومة قبل في اختيار رئيس الجمهورية ثم في اختيار رئيس الحكومة، وبعد ذلك ممكن أن تكون هناك نوع من الترضيات للتيار الصدري من أجل أنه لحفظ ماء الوجه، وقد رأينا اليوم محاولات لحفظ ماء الوجه كثيرة، يعني جهات تشكر مقتدى الصدر على موقفه وأنه كبير وأنه تفادى الأزمة وأنه حقن الدماء وما إلى ذلك. طيب من خلق الأزمة إذن؟ أين هذا الخطاب الإعلامي قبل أيام والأسابيع والأشهر الماضية؟ أين هي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام والذباب الإلكتروني الذي لم يترك شيئا في الصدر وفي أتباعه وفي الوطنيين العراقيين عموما إلا وقاله؟
لماذا الآن كله يلتزم بالصمت وتلتزم وسائل إعلام الصدر بالصمت؟ هذه شروط الاتفاق. الأوامر جاءت من طهران بأنه عفى الله عما سلف، أظهر مقتدى الصدر بالطريقة المناسبة التي لا تنهيه تماما، حتى وإن كان الإيرانيون عازمون على إنهائه، ولكن التيار الصدري بحجمه وسعته وتابعيته أستطيع أقول يعني المطلقه لمقتدى الصدر، بحيث انه لم يراعوا اليوم بانسحابهم ما سقط منهم من قتلى من ضحايا بالامس واليوم، لم يذكرهم حتى احد، لم ينتقد احد مقتدى الصدر على موقفه هذا، لم يتباكى احد على الدماء. فاذا الشروط كانت واضحه والتعليمات محدده بغلق الملف باسرع وقت ممكن وتفادي اي اضرار جانبيه من اجل الشروع في مرحلة جديدة من مراحل النظام السياسي القائم، أقول المتكرر. دكتور عفوا، ما هو الهدف من كل ما جرى، السيناريو منذ بداية فوز التيار الصدري وفشلهم في تشكيل الحكومة وعدم موافقة الإطار التنسيقي واستخدام الثلث المعطل، ثم بعد ذلك الاعتصام، ثم الانتهاء إلى مواجهات مسلحة، هذا السيناريو كله ما الهدف منه أساسا؟ الهدف منه هو محاولات فرض القوة، كسر إرادة الطرف الثاني، الحصول على أكبر قدر من المكاسب، تأمين الأوضاع، خلق حالة جديدة جعل حالة جديدة لهذا الطرف أو ذاك. يعني محاولة مثلا التيار الصدري يسعى إلى إضعاف قوى الإطار والحشد الشعبي من أجل التمكين لنفسه وتياره وميليشياته، والإطار يفعل الشيء نفسه. هذا السيناريو متكرر في لبنان، حصل نفس الشيء، الصراع بين حزب الله والقوى الأخرى قائم على هذا الشيء. تبقى في النهاية، هل يستطيع هذا الطرف الذي يريد أن يغير المعادلة، معادلة العملية السياسية، بل حتى المعادلة داخل ما يسمى البيت الشيعي؟ مقتدى الصدر كان يسعى إلى ذلك، ولكن الكل يعلم، من يتابع الحدث بدقة يعلم تماما أنه لا يستطيع فعل ذلك حتى ولو كانت لديه قوة على الأرض. أكاد أقول أن القوة التي على الأرض كجمهور، كإمكانيات، كطاعة وما إلى ذلك والتزام، تكاد تكون أكبر عند التيار الصدري، وهي من مقومات فرض السيطرة. لذلك بعضهم كان يقول بأن التيار الصدري سينجح هذه المرة في تمرير ما يريد، ولكن وجهة نظرنا كانت نعم لديه هذه القوة وممكن أن يربك الساحة، ولكن في النهاية القوة للطرف الخارجي المدعوم خارجيا، إقليميا كان أو دوليا. إذا كان مقتدى الصدر تدعم بعض الدول العربية بحسابات للأسف أقول غير دقيقة وغير صحيحة وخاسرة، فإن إيران تدعم الأطراف الأخرى ولا تسحب يدها من الصدر، وهذا ما حصل، وهذا هو الفرق في طريقة التعامل في الملف العراقي بين إيران وبين بعض الدول في الجوار. دكتور رافع، يعني بعد هذه المواجهة التي حصلت وسفك للدماء وإزهاق الأرواح والتي لم يذكرها أحد في الإعلام كما ذكر دكتور مثنى، هل تتوقع أن تنتهي الأمور بين طرفي الصراع إلى تسوية ما قائمة على التوافق والمحاصصة مرة أخرى، كما قال دكتور، تبيير وجه الصدر ولا يخرج بفشل كما أصح؟ الحقيقة ربما يذكرني هذا في يعني مقطع من قصيدة الشاعر الفلسطيني المعروف محمود درويش، يقول ستنتهي الحرب، ستنتهي يعني، ويتصافح القادة، لكن المرأة العجوز ستبقى تنتظر ولدها الشهيد، وهذه الفتاة ستبقى تنتظر زوجها الحبيب، وأولئك الأطفال سيبقون ينتظرون والدهم البطل. ويقول هي هذا المغزى، يقول أنا لا أدري من باع الوطن، لكنني شاهدت أو رأيت من قبض الثمن، من دفع الثمن. والحقيقة الشعب العراقي هو من يدفع الثمن، يعني حتى هؤلاء الذين سقطوا قتلى وجرحى بغض النظر عن انتماءاتهم، بغض النظر عن الفكر الذي يحملونه، لكن بالتالي هم ليسوا قادة الأحزاب، وليسوا هم المستفيدين، وليسوا هم مجرد حشر مع الناس، هؤلاء الذين قادوهم إلى هذه المهلكة لغرض معين. نعم. اذهبوا واخرجوا، هذا ما يحدث. وبالتالي الفوضى التي تعم العراق، هذه الفقاعة الكبيرة التي دخل بها العراق، فقاعة الفوضى منذ عام 2003 لحد الآن، نعم، تكبر وتصغر بأفعال هؤلاء، بأفعال هذه الأحزاب، بأفعال هذه القوى، بأفعال هذه العقول الشاذة الحقيقة التي لا تعرف كيف تحكم ولا تعرف كيف تتصرف، وهي يعني فاقدة لإرادتها، وإرادتها مرهونة في الخارج.
إيران تلعب لعبتها مثل ما قال الدكتور. ربما كانت إيران يعني متأنية في الحلول، لديها مشاكل أخرى، لديها قضايا تهتم فيها، وكان واضح يعني ربما تنتظر موازنة الملف النووي، هو هذا الموضوع الأساسي. فعندما وصلوا إلى حل معين واستطلق يدهم في الإقليم وفي العراق تصرفوا بهذه الطريقة الواضحة. لكن بالنتيجة نحن نتحدث عن مقتدى ونتحدث عن يعني التيار الصدري أو الإطار، كلهم هذه كل هذه القوى هي قوى مشاركة بالعملية السياسية، هي قوى مسؤولة عن خراب العراق طوال 20 سنة، هي القوى المسؤولة عن الفساد والخراب والدمار وضياع الهوية وضياع الأموال. الآن أي واحد من القوى يدعي أنه يعني بخطاب وطني يدعي أنه وطني ومصلح وغير شيء، مقتدى الصدر في خطاباته حارب الفساد أو واجه الفساد أراد محاربته. نعم، والخزعلي في نفس الوقت عندما أراد تحية للوطنية العراقية المعرف كلام كذب، شعارات رنانة، شعارات كذب، والأهل العراق سئموا منها، يعني شعب العراق سئم منها وسئم حتى سماعها. لذلك حتى ما حصل يوم أمس 22 ساعة هذه التي بدأت منذ عصر الاثنين، منذ عصر الاثنين ساعة الثالثة إلى أن انتهت هذه 22 ساعة التي مضت، هذه شعب العراق يعني فعلا دخل ببيوته وكان خايف لأنه هذا القصف وميليشيات، حتى صارت قوابير على الخبز والصمون. نعم، والناس نعم صارت تخاف من الناس من حرب التجوال، يعني الناس عانت كثيرا. نعم، وشهدت من هذه الأفعال الكثير وشهدت أفعال هذه الميليشيات، وبالتالي يعرفون أن من سيدفع الثمن هو الشعب العراقي، هم الأبرياء، هؤلاء سيتقاتلون وبالتالي سيتصالحون. وهذا سؤالك، سيضعون أيديهم ببعضهم ويعطون مثل ما قال الدكتور تنازلات لهذا وهذا وترضية لهذا وذاك وتنتهي الأمور. لكن من سيدفع الثمن سواء دفع بشكل دماء أو أرواح أو من سيدفعه بحكم هذه الثلة التي تحكم بفكر شاذ، بمنهج شاذ، بالفساد، بالخراب، بالولاء للخارج، ستحكم. المهم أن تستمر العملية السياسية، واستمرار العملية السياسية وأن يستمر قطارها على السكة وتمضي في طريقها، هذا مطلب أمريكي ومطلب إيراني ومطلب إقليمي ربما، ما أعرف مطلب حتى الأمم المتحدة. التي لذلك أنت تشهد حتى هذه الدعوات التي جاءت يوم أمس وقبلها، وخوفا على العراق، لا خوف على العراق، هم يعرفون يعني لا خوف عندهم على العراق، لأنه يعرفون أنه من يحكم العراق يحكمه بالفساد. هم يطلعون الأمم المتحدة وكل دول الدنيا تطلع على القوائم وتعرف أن العراق من بين أكثر الدول 10 في العالم فسادا، ودولة فاشلة، ودولة طائفية وفكر طائفي وفيها تهميش وفيها مهجرين. المهجرين خارج العراق الآن ربما من عام 2003 لحد الآن أكثر من 10 ملايين، وبينهم خيرة الكفاءات وخيرة العقول وخيرة الناس، هذا كله معروف. المحافظات المنتفضة أين وصلت؟ والعراق هذا المدمر المخرب مع كل هذه الأموال، الواردات الشهرية الآن من النفط أكثر من 11 مليار دولار شهرياً، لكن وضع العراق من سيء إلى أسوأ، والفساد يتغول، مؤسسة عالية جداً. فبالتالي كل القوى هذه، يعني لو فاز الصدر بهذا الصراع، لو انتصر، هل العراق سيتغير ويكون أحسن؟ لا أبداً. هل سيتم فعلاً محاربة الفساد وكشف الملفات؟ هذا الموضوع. طيب أنا ضد الفساد، كيف رضيت أن أكون يدي بيد الفاسدين طوال 20 سنة؟ ما هو كان يقول مقتدى الصدر، يقول إنه لا انتخابات تقوم إلا والتيار الصدري فيها هو الأساس، ولا تقوم أي حكومة إلا ونحن نشكلها. طيب ما أنت إذن مسؤول عن كل الفساد والخراب الذي جرى، الآن تدفع الناس بهذه الطريقة، ماشي، دفعت الناس لأهداف وقلت إنه هذه الأهداف محددة، والآن ندعو الشعب العراقي أن يقف معنا وإحنا ذاهبين لي، طيب وبعد ذلك نتحاسب، ماشي. طيب وين وصلت القضية؟ وإذا به فجأة يغلق كل شيء وانسحبت وتركتكم، كيف تتركهم؟ كيف تترك من أنصارك من ضحوا بأنفسهم واجهوا الرصاص؟ هذا الموضوع غريب عجيب. هذه اللعبة يعني قبيحة. أنا سؤالي هنا دكتور، كيف لأنصاره أن يعيدوا الثقة به بعد 6 أو 5 مرات من الانسحابات؟ يعني أنا ما لا أعرف ولا أريد أن أنتقد الناس لأنه بالتالي هم عراقيين، لكن أنا يعني هل لإنسان لديه عقل أن يقبل بهذا المنطق، أن يقبل بهذا التصرف، أن يقبل بهذه الرؤية، أن يقبل أن ينجر في هكذا تيار بهذه الطريقة؟
ولا أقصد التيار الصدري ولا الإطار، كل هذه القوى تشبه بعضها وكلها ميليشيات وكلها تتسلح وكلها تتقوى بالمال المنهوب والسلاح، وبالتالي هذا الصراع على الساحة مستمر لإزاحة هذا الطرف وإزاحة هذا الطرف جهة يعني خطوتين إلى الوراء وأخذ مكاسب أكثر. هذا جملة ما أما هموم المواطن، أما هموم الوطن، هوية الوطن، استقلاله، سيادته، هذه لا أحد ينظر بها. نعم. والحديث عنها مجرد إنشاء ليس أكثر. نعم. نعود إلى دكتور مثنى ونسأل سؤال افتراضي، ماذا لو أن الصدر أصر على قراره بمغادرة فعلا العملية السياسية ورفض العدول عن هذه الخطوة، كيف يمكن أن تسير العملية السياسية بدونه وهو ركن أساسي فيها منذ بداية تأسيس حكومات ما بعد الاحتلال؟ يعني هو سؤال افتراضي كما قلت يا دكتور، لكن الواقع يقول أنه لن يترك العملية السياسية، بل حتى أن خصومه في الطرف الثاني وداعميهم من الخارج لن يسمحوا له بذلك، لأن قواعد اللعبة هكذا بنيت على هذه المحاصصة الطائفية والعرقية منذ احتلال وحتى الآن. وإذا لم تكن هناك توافقات أو حصص موزعة كما يقولون داخل البيت الشيعي فما بالك بغيرها. فإذا الصدر لن يبعد حتى وإن أراد أن يبتعد عن الساحة السياسية، وأنا أشك في ذلك، وخطابه اليوم كان واضح وصريح، يعني كان مرتبك الكلام في البداية، ثم بعد ذلك رأينا تصريحات تؤكد على أن الاعتزال ديني شرعي وليس سياسيا، هذا دليل على البقاء في العملية السياسية. ولكن ستكون حظوظه كما هي في بداية الاحتلال يعني وفي السنوات الماضية وصولا إلى الحالة الراهنة، بمعنى أن التقدم الكبير في الانتخابات والحصول على الكتلة الأكبر سيسحب منه، انتهى هذا الأمر، ليس هناك مجال للحديث عن هذا الموضوع، وسيعود التيار الصدري إلى موقعه المعتاد داخل التركيبة السياسية في ظل النظام السياسي القائم، وهذا يحقق للنظام استمرارية، يدفع فيه نوعا ما من يعني الدماء الجديدة من أجل أنه يستمر أكثر فأكثر على حساب طبعا الشعب العراقي. وهنا يظهر أو تظهر أن كل دعوات الإصلاح ومحاربة الفاسدين كما ذكر الدكتور رافع قبل قليل سيلقى بها وراء الظهر، وأن الأصل فيها هو التمكين للحصص وللمناصب وللتوافقات السياسية لضمان البقاء في المشهد السياسي، هذا الذي أتوقعه في المرحلة المقبلة. ولذلك كما ذكرت بأن هناك محاولات لإظهار هذا الموقف من مقتضى الصدر بأنه ليس موقف هزيمة، ليس موقف تراجع، ليس موقفا غير مفهوم ومفهوما، وإنما هو موقف وطني مبدئي لحقن الدماء. وكما قلت يعني من الغريب وليس مستغربا في العراق الذي يسمونه جديدا بعد الاحتلال أن إعلام الطرف المخاصم الخصم لمقتدى الصدر هو أكثر من يروج لهذا الأمر الآن، وحتى هناك محاولات لإدخال يعني مرجعية النجف في هذا الموضوع وإعطاء نوعا ما من الحصة فيما حصل، وهذا أمر استبعده كثيرا، ولكن يبدو أن هناك إخراجا جديدا للمشهد يجعل الجميع، لا أقول منتصرين أو فائزين، لا يوجد منتصر أو فائز منهم على الحقيقة، ولكن يظهرهم جميعا بمظهر غير المنهزمين، بدون النظر لما ترتب على ما حصل على العراقيين، مثل أيضا ذكر الدكتور رافع المخاطر والمخاوف التي جرت خلال اليوم الماضي، هذه ليست في بال هؤلاء الساسة. وهنا فقط أقول بأنه لعل في تلميحات نور المالكي التي انتشرت قبل ساعتين ولا أدري مدى صحتها، غمز من ناحية كما يقول الخبر، غمز من ناحية مقتدى الصدر، فيها إشارة واضحة لما قلته قبل قليل من أن الموضوع ليس محليا وأن هناك يعني عوامل دولية وأقليمية، وهذا يشير طبعا إلى الدور أو الأثر الإيراني في هذا الموضوع، ورسالته واضحة، ليس من بدأ الحرب ومن سننهيها، بمعنى أن نحن نستطيع أن ننهي هذه الحرب فلا تعد لي مثلها، رسائل يعني مع أنه تطمينات تهدئة، ولكن يبدو أن الرسائل ما زالت متواصلة بين الأطراف وفيها نغمة تهديد واضحة. طيب اسمحوا لنا أن نشاهد مادة عدها قسم الأخبار تتعلق بسيناريو الأحداث منذ بدايتها وإلى نهاية الخطاب الذي ألقاه السيد مقتدى الصدر عن إنهاء الاعتصام، تفضلوا. We'll be right back.
نرحب بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية التي هي على الهواء مباشرة والتي خصصناها لمجريات الأحداث في العراق بعد خطاب مقتدى الصدر ودعوته لأنصاره الانسحاب من المنطقة الخضراء. ونتوجه إلى دكتور رافع بسؤال. دكتور، ظاهريا هذا الصراع هو بين الصدر وإطار ميليشيات الإطار التنسيقي، لكن كما يقول ويرى مراقبون أنها هذه ليست كل الحقيقة. الصراع ربما له امتدادات أخرى بعد أخرى إقليمية ودولية. كيف يمكن أن نفهم أبعاد الصراع الأخرى خارج المنطقة الخضراء بين التيار والإطار؟ حقيقة دكتور سنان، منذ عام 2003 لحد الآن كل قوى العملية السياسية في صراعها مع بعضها، في صراعها مع الآخرين، كانت تريد أن تثبت للراعي، للرعاة، رعاة أمريكي أو إيراني، تريد أن تثبت أنه هي القوى الأكبر، هي القوى الأكثر تأثيراً في الساحة. وشهدنا هذه فصول منها كثيرة. كل هذه القوى كانت تحاول، يعني عندما تزيد ميليشياتها، عندما تستعرض أكثر، عندما تتسلح بطريقة غريبة عجيبة، عندما تستولي على مناصب أكثر، عندما تدعو إلى تظاهرات وما سمي بالمليونية، هذه كلها جزء من لعبة يريد قادة هذه التجمعات، هذه المجاميع التي في العملية السياسية، يريد يثبت للرعاة أنه هو الأقدر، هو الأقوى، هو الذي يمكن أن يعتمد عليه، وهو من يقود كل هذا القطيع. يريد أن يكون قائداً لهذا القطيع في العملية السياسية. هذه النزعة اللي في نفوسهم المحتل الأمريكي قواها في نفوسهم، وكان يتحدث مع كل طرف بعيداً عن الطرف الآخر يدفعه بهذا الاتجاه. هو بشكل أو بآخر هو يريد أن يتنافسون بطريقة هذه، وتبقى هذه العملية السياسية محكومة بهذا الشد القوي بينهم من أجل المكاسب، لذلك ترك لهم هذه المكاسب بهذه الطريقة. ولا ما الذي يجعل يعني كل المجتمع الدولي، كل الأمم المتحدة، كل العالم يسكت عن كل هذا الفساد الذي في العراق، يسكت عن هذا الظلم، يسكت عن هذا القتل، عن هذه الدماء، عن هذا المعتقلين، عن وكل هذه التقارير التي تصدر عن منظمات دولية، العفو الدولية، يوم الرايس، غيرها، كثير من حتى من صندوق النقد الدولي، وحتى من البنك الدولي تصدر تقارير تتحدث، حتى من الأمم المتحدة، من منظمات كثيرة تقارير تتحدث عن مأساة كبيرة بالعراق، كارثة كبيرة بالعراق، لكن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وعموم المجتمع ساكت عنها وراضي ويتعامل مع العراق يعني بأريحية عالية، والعراق دولة محترمة ودولة مقبول بها النظام، مع أنهم كلهم يعرفون أن العراق فاقد للأهلية، فاقد للهوية، فاقد للسيادة، فاقد للاستقلال، الكل يعرف. الكل يعرف، ويعرف أن الميليشيات متحكمة به. هذه كلها جزء من هذه العملية التي تضعف العراق، التي تدفع بالعراق إلى أن يبقى ضعيفاً، غير قادر أن يقف على قدميه، وتتغول عليه الدول الأخرى. ودائماً ما كنا ندرس في التاريخ وغيره بالسياسة، كلما ضعف العراق كلما تغولت الدول الإقليمية، وأولها إيران على العراق، تغولت وتمددت. هذا الوضع اللي الموجود الآن في العراق. فبالتالي هذه القوى في نفسها، يعني في نفوس قادتها وعقولهم، هناك يعني محاولات كثيرة للبروز أمام الرعاة. الرعاة يعني من يدفع أكثر، من يقدم أكثر، نعم، من يبين وله أكثر. كل الرعاة يريدون من يخدمهم أكثر، من يقدم لهم الخدمات أكثر. يعني حتى هذا الراعي الإيراني عندما يفضل الإطار على التيار، وينتصر الإطار على التيار بهذه الطريقة، لماذا؟ أنت بالتالي تقيس، ستجد أنه الإطار بالنسبة لإيران أكثر خدمة وأكثر قدرة على خدمتهم وتقديم الخدمات. مقتدى لم يستطع أن يقنعهم بأنه الأكثر قدرة على خدمتهم. هناك مشاكسات، هناك رغم أنه الكل ينتمون إلى إيران، والكل، والدليل هذا اليوم الحائري عندما يقول أنه أنا تراجعت واعتزلت ويجب أن كذا، وعودوا إلى خامنئي هو مرجعكم، والحشد مباشرة مقتدى الصدر يسلم كل شيء ويغلق كل شيء وينهي الموضوع بستين دقيقة. هل يمكن لكل هذه التظاهرات، لكل هذه الناس، لكل هذه الأفكار التي عبئ بها الناس طوال هذه الأيام، فساد وخراب ودمار وعملية سياسية نسقطها ونعيد هيبة العراق ونعيد هوية العراق ونعيد للفقراء ونعيد ونحاسب الفاسدين، كل هذه الشعارات وكل هذه
كل هذه المشاريع الكبيرة تسقط بستين دقيقة، انسحبوا خلاص انتهت، أغلقت مكاتب انتهت. هذه اللعبة لعبة غريبة عجيبة، وهذه تجعل من يحكمون العراق ضحوكة، تجعل منهم أمام الرأي العام العالمي. إذا كان البعض يعتقد أنهم يحكمون بإرادتهم، الآن الكل يعرف أنهم مسلوبي الإرادة، وهذه القوى الخارجية هي من تتحكم بهم. ولا ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ وهذه ليست المرة الأولى، قبلها كنا قد شهدنا مقتدى الصدر يعبر الجسر الجمهوري ويعبرون بال يسموها مليونية، ونصب خيمة خضراء وجلس فيها، وعاد مرة أخرى وقال لهم اذهبوا إلى ساحة الاحتفالات وعودوا إلى بيوتكم. هذه المرة أيضا عودوا إلى بيوتكم. ومتى إلى متى تستمر هذه المهزلة؟ وللشعب العراقي، هذا الشعب الأبي، شعب بتاريخه بحضارته بثوراته بقدراته بالضيم الذي شاهده بالكارثة التي حلت عليه، سيبقى ساكتا؟ سيبقى منتظرا هذه اللعبة؟ يعني منتظر أن يشاهد مسرحية بعد مسرحية من هذه اللعبات الشاذة الغريبة؟ نفس السيناريو، ذات السيناريو. نعم، هل سيبقى العراق بهذا الشكل؟ الآن عندما نتساءل، يعني ثورة تشرين عندما خرجت، وهذا الشباب الصغير الجميل عابر للطائفية اللي هتف يريد وطن ويريد العراق، لم يستطع عبور الجسر، لم يسند من الشعب بطريقة قوية، مع أنه كل الشعب كان يزور ساحات الاعتصام وساحات التظاهر، سواء في ساحة التحرير أو في الناصرية أو في البصرة، كانت مجاميع حتى العوائل تزور. صح. لكن عندما يريدونهم أن يقفوا معهم، لم يقف أحد معهم. الموظفين 5 ملايين موظف منعتهم الأحزاب الطائفية والكذا بأنهم فصلك وما ينطيك راتب، فهو امتنع عن الوصول إليهم. الشعب العراقي الآن عليه أن يدرك أنه لا حياة مع هؤلاء. هؤلاء مجرد صراعاتهم من أجل أنفسهم، من أجل مصالحهم، من أجل مكاسب ورؤى وإرادات خارجية، وليس من أجل إرادة عراقية، من أجل نفس عراقي، من أجل وطن عراقي. هذه يعني الكذبة انكشفت بعد 20 سنة، ولا وجود للمظلومية وغير المظلومية والخلاص من المظلومية، كذبة كبيرة. وسنعمر ونبني ومشروع معرشين ورقة بيضاء ورقة حمراء، كذبة كبيرة هذه. يلعبون على الناس لأنه مجرد تسكين، مجرد إبر للتسكين. هل الشعب العراقي، وهذا السؤال، هل الشعب العراقي سيقبل أن تستمر هذه المسرحيات بهذا الشكل؟ ويعود مرة أخرى ربما بعد 7-8 أشهر يطلع لنا مقتدى الصدر مرة أخرى بتظاهرات أخرى، أو يطلع لنا الحكيم بتظاهرات، أو يطلع لنا ما أعرف منه. هذه العملية، لا، هل يمكن لشعب في العالم أن يتحمل هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أن الانفجار قادم، والانفجار قريب جدا جدا، وهذا الشعب لن يسكت على هذا الضيم. هذه العملية لن تمضي في طريقها. طيب، تقتل ما تذبح ما أعرف منه. قدم الشعب العراقي ضحايا لحد الآن، أكثر من 1.5 مليون شهيد قدم خلال هاي 20 سنة، مستعد أن يقدم ربما أكبر من هذا العدد لتنتهي هذه المأساة. هذه الكارثة لن تنتهي. الشعب غارق بالمخدرات، غارق بالخراب والدمار، لا دراسة، لا تعليم عالي. هناك مشكلة أكبر نطرحها على دكتور مثلنا. دكتور مثلنا، المحافظات الجنوبية في العراق اليوم تعاني من العطش والجفاف وانتهاء الأنهر. فيها المواطنون في أقضية ذي قار بدأوا يبحثون عن مصادر المياه، في محافظات ذي قار والبصرة بدأوا يبحثون، يتوجهون إلى مراكز المدن بسبب نفاذ المياه وعدم صلاحية الأراضي الزراعية، موت المواشي وانتهاء مصادر الرزق. وفي كل هذا المشهد الذي يراه المواطن قاتل له ولرزقه ولقوت يومه، لا تزال الأحزاب السياسية تتصارع على نسب الفوز والاستئثار أكثر بالسلطة. هل سيثق المواطن أو الشعب كما ذكر دكتور رافع مرة أخرى بذات الأحزاب التي أعطت كل هذه الوعود الانتخابية ولم يتحقق منها أي شيء؟ نعم، هو واقع مؤلم جدا، ولعل من يعني أحد الأسباب الثانوية وليست الأساسية لما جرى. ما جرى وصفناه بأنه صراع سياسي من أجل مغانم خاصة، ومن أجل يعني محاولة ليب الكسر ذراع الطرف الآخر. ولكن هناك صورة أخرى التي تحدثت عنها الآن أخي دكتور سنان، وهو أن كل هذه الملفات المأساوية الكارثية، كل هذه النكبات التي تحيط بالعراقيين جميعا من شمال العراق إلى جنوبه، ولا سيما في جنوب العراق، تنشغل هذه القوى السياسية وتشغل ما يسمى الدولة ومؤسساتها معه، وينشغلون تماما عن تقديم أي خدمات
بل ليست تقديم أي خدمات، لا أحد ينتظر الخدمات، وإنما تقليل الأضرار وتوفير الأساسيات. الماء أساسي، أساس الحياة أساسي. هي هناك مشاكل في الجنوب عموما وفي البصرة تحديدا في موضوع المياه منذ سنوات طويلة جدا ولم تحل هذه المشكلة. الآن بدأت بالتفاقم، الآن أزمة عالمية، الآن هناك تصحر، هناك جفاف يطغى على العالم أجمع، والعراق يعاني منه منذ سنوات ولا أحد يتحدث عنه. في ظل كل هذه المآسي وفي ظل هذا العطش، يتقاتل هؤلاء ويتصارعون، ثم يعرضون بعد ذلك ما جنوا من هذه المعارك، ثم ينتقلون إلى مرحلة التهدئة، وبعد مرحلة التهدئة راح يدخلوننا من جديد في رطونة، تقول في العبارة العامية العراقية بالرطونة من جديد، ويعيدون علينا هذا المسلسل وهذه المسرحية كما قال الدكتور رافع، وتبدأ علينا الأزمات السياسية في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومن ثم الوزراء وما إلى ذلك، وتستمر أشهر، ثم تبدأ بعد ذلك موضوع الصراع في المحافظات والصراع عليها، وفي الأخير ممكن يتكلمون عن محاولة إنقاذ أهلنا، راح ذاك الوقت بدون يتباكون، خاصة إذا صارت انتخابات قريبة أو قرروا ذلك، والنتيجة لن يحصل العراقيون على شيء. صورية، وراح يصير أيضا يعني راح تكون مضى من عمر العراقيين سنوات إلى انتخابات قادمة وبعدها أيضا ممكن يتكرر هذا المشهد مرة ثانية، لأنه لم يحسم الصراع، لم يحسم، المعركة لم تنتهي ولا يراد لها أن تنتهي، لأن مقتضيات النظام السياسي القائم أن يبقى الصراع قائما، أن يبقى الصراع مستمرا. حسم الصراع، إنهاء الصراع معناته أن أحد الطرفين أو أحد الأطراف قد انتصر، سواء داخليا أو إقليميا أو خارجيا، وهذا غير وارد وغير مطلوب ولا مرغوب، وأقولها بكل صراحة غير مرغوب لأي جهة دولية أو إقليمية أو حتى للدول العربية، لأنه الآن الدول العربية متدخلة في الشأن العراقي بخلاف تدخلها الأول، من أجل إنهاء احتلال، مساندة العراقيين جميعا، التخفيف من أضرار الاحتلال، إبعاد آثاره عن المنطقة، الآن المنطقة خبطت، لذلك الآن الصراع انتقل إلى الساحة العربية لتصفية حسابات داخل الساحة العراقية بالتزام هذا الطرف أو ذاك. وإذا عدنا إلى مقتدى الصدر، مقتدى الصدر جزء من العملية السياسية، خاضع لشروطه، خاضع لقواعده، خاضع لمحدداته، ولن يخرج منها، ومشارك حقيقي، بل أعطى شرعية ومشروعية للعملية السياسية وإن كانت بلا شرعية ولا مشروعية، ولكن ضمن سياقاتهم ومعاييرهم هم، أضفى عليها كثيرا من هذه المعايير الشرعية والمشروعية في مراحل مختلفة. كانت العملية السياسية كانت تلفظ أنفاسها بداية من دخوله فيها في عام 2005 ومغادرته، كما كان يقول، مغادرته ساحة العمل الوطني أو القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، عندما ترك القوى المناهضة للاحتلال والمؤتمر الوطني التأسيسي وسلم سلاحه للأمريكان وانضوى للعملية السياسية. منذ ذلك الوقت ومقتدى الصدر يقدم خدمات كبيرة حتى على حساب تياره. وهنا أعود لسؤالك للدكتور رافع، عندما تقول له هل سيبقون يتابعون الصدر أو غير الصدر، بغض النظر الموضوع ليس عن الصدر أو عن الإطار وما إلى ذلك، وإنما أتباع هذه الأحزاب والقوى سيبقون يتابعونها، لأن هناك حالة احتراب، حالة حشد، حالة يعني صراع هويات، صراع انتماء وما إلى ذلك. لا يوجد في العراق مجتمع مدني حقيقي، لا توجد حياة سياسية حقيقية، حتى لو لم تتوفر لهم حياة كريمة سواء في الجنوب. نعم أو نعم، لأن القصة الآن، القصة نعم، لأن القصة الآن مثل ما قلت لك، ليست، لا يوجد مجتمع مدني حقيقي ولا حياة سياسية حقيقية ولا أحزاب قائمة على أساس أفكار واعتقادات وأيديولوجيات سياسية اجتماعية لتغيير الواقع يدخل فيها جميع العراقيين من كل الأطياف والمكونات والأديان والمذاهب، وإنما هي تحزبات طائفية عنصرية تكترت هذه المجموعة حول فلان وهذه المجموعة حول فلان. فالقضية الآن قضية صراع هويات فرعية بين هذه الأطراف، ليس واردا انسحاب جمهور هذا وجمهور هذا، حتى وإن تعرضوا لخسائر كبيرة وحتى وإن سقط منهم الضحايا وما إلى ذلك. ولعلنا أيضا شاهدنا فيديوهات أن بعض ضحايا التيار الصدري اليوم بأنهم يشيعون ويمرون في ضريح الصدر الثاني وأنهم ذهبوا من أجله وما إلى ذلك. فإذا قصة دفاع عن متبنى سياسي، سواء كان بشخص فلان أو بشخص علان أو بشخص قوة فلانية، ليس واردا أبدا التغيير أبدا. أما يعني ما يمكن أن يقال عن، وهذا طبعا ينسحب على أنه لا أحد يسأل عن فساد هذه القوى، عن المهام التي استلمتها، لماذا لم تحقق ما تريد للشعب العراقي، وإذا قسناها بمقياس العملية السياسية فاسدة والوزراء فاسدون، ولكن كمية الفساد والحديث عنها وما يجري
في الوزارات والمؤسسات التي استلمها تباع التيار الصدر الكثير جدا، وأيضا يغض النظر عن ذلك. فإذا القصة ليست قصة اقتناع أو عدم اقتناع، وإنما القصة هي جولة من جولات خسروها هذه المرة ممكن أن يعودوا لي مرة ثانية، وهذا يظهر أن الحل لا يكون إلا من خلال تغيير هذه العملية السياسية. وللأسف كشفت أو كشف ما جرى بالأمس عن إيجابيات عدة وبعض السلبيات. تمام. فمن هذه الإيجابيات أنها عرت العملية السياسية مرة أخرى، هي واضحة لنا عارية تماما، ولكن لكثير من الناس قد لا ينتبهون ولا يدركون. أيضا كشفت الدور الإيراني الحقيقي، لأن بعضهم قبل مدة كان يقول إيران ضعيفة والدور الإيراني ضعيف وأنه يمكن التعويل على أدوار أخرى وما إلى ذلك. ما زالت إيران قوية في العراق في ظل كما قلت انسحاب أمريكي مرتب من الساحة لأهداف ومصالح أمريكية خاصة أو غير خاصة، وأيضا دخول لأدوار أخرى، وهذه الأدوار مساهمة في ترسيخ الوجود الإيراني، الاحتلال الإيراني للعراق. الأمر الثالث المفيد أنه أظهر الأوزان والأحجام وخلانا يعني الجميع الآن غير مبرأ، الجميع كان يتهم الجميع، الآن الجميع سقطوا فيما كانوا يحذرون منه. أيضا كشف عوار هذه القوى السياسية المتدثرة بسلاح الميليشيات، الآن كل الميليشيات هي ميليشيات منفلتة، كل الميليشيات هدّت الأمن كما يقولون السلم المجتمعي والأمن الوطني، وتقاتلت في المناطق التي يعدونها مناطق سياسية ودستورية وذات حصانة وذات منع وما إلى ذلك، وعرضوا البلاد لكارثة وخطر كبير جدا. أمر آخر من هذه الإيجابيات أنه أثبت خيار القوى المناهضة للاحتلال، منذ الساعة الأولى للاحتلال قالت بأن هذه العملية السياسية ستنتهي بنا إلى مخاطر كبيرة، ستنسحب على العراق والمنطقة، وهذا ما يحصل الآن. هذه الإيجابيات، لكن من السلبيات أنه للأسف ما حصل يثبت بأنه خيار التغيير الوطني المدني من خلال ثورة تشرين أو غير ثورة تشرين، أقولها بكل أسف وألم، قد تراجع تماما. حتى وإن حاول بعضهم يقول على ثوار تشرين أن يبتعدوا عن الساحة، هذه ليست ثورتهم، نعم، ولكن واقع الحال يقول بأن التأثير الذي كان للثورة وشبابها وثوارها غير ما هو على الأرض الآن، للأسف لأسباب عدة، منها ركوب التيار الصدري على موجة الثورة، والآن انكشف الأمر، انزاحت، هذه إيجابية. تفاعل القوى الأمنية مع التيار الصدري وهو يعبر الجسور ويدخل داخل البرلمان، ورأينا كيف تعامل مع ثوار تشرين. بالضبط، يعني هذه حالة واضحة ظاهرة على أنه أي تحرك لثوار تشرين أو لثورة أخرى لغير ثوار تشرين ستقمع بالحديد والنار. لاحظ من البارح إلى اليوم لم يتهم أحد الآخر بالإرهاب أبدا، لم تبدر كلمة الإرهاب لا هنا ولا هناك، حتى في الإعلام المساند لهذا الطرف أو ذاك، مع أنه الإرهاب بعينه كان متجسدا يوم أمس واليوم في بغداد، لأنه تهمة الإرهاب تعلق طبعا بجهات معروفة ومعلومة. فإذا هذه حصيلة فيما أرى، هذه الحصيلة العامة، وهناك نتائج إيجابية ونتائج سلبية ثانوية يمكن قراءتها من خلال المشهد في الأيام القادمة. نشكركم الشكر الجزيل الدكتور بفضلنا حارث أطاري، مسؤول قسم سياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا من عمان، ونشكركم الشكر الجزيل دكتور رافع الفلاحي كاتب الباحث السياسي العراقي، والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي في تغطية أخرى ومتابعة أحداث العراق، شكرا لكم وإلى اللقاء.